حسون، هل اشتريت نظارة جديدة؟ إنها جميلة. أين بلبل؟ سيسره أن يرى نظارتك الجديدة. بلبل، أين أنت؟ حسون، هل تستطيع أن تراه بنظارتك الجديدة؟ أين يمكن أن يكون؟ ها؟ 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 لا تشعر بالغضب أو العصبية يا حسون، لم يقصد بلبل أن يوقعها. سوف نجد نظارتك. الغضب أو العصبية هو الشعور بالانزعاج الشديد من شيء ما، كأن يفعل أحدهم شيئاً لا تحبه. الكل يشعر بالعصبية أحياناً، واليوم أحد أصدقائنا سيشعر بالعصبية. ها؟ وجدتها. أنا متأكدة إنه تيتا نور كتير رح تحبها. تيتا نور رح تحبها كتير. صح. يلا نبلش. يلا. بس ما استني. بس ما بتقدري تبدي تحط الطابات بدون ما تعملي خطة. أول شي لازم نتأكد إنه كل شي نظيف. رح بلش. طيب، وبعد ما تأكدنا إنه كل شي نظيف، جد إنه صار كتير نظيف. يلا نكمل. استني شوي. بس ما منشان تطلع حلوة لازم نحط كل لون بشكل مزبوط. ما أنا كنت عم بحط اللون الأصفر. استني، قبل ما نبلش لازم نرتب حسب ترتيب الألوان. جد ما هي مرتبة حسب ترتيب الألوان. طب هلأ شو؟ هلأ خلص تنظيف، وهلأ يا بسمة صار وقت الطابات. ياي، أنا رح أبلش. بسمة مو هيك، لازم تحطي شوي شوي. مو هالقد يا بسمة، استعجلي شوي. بس شوف ما أحلى. بس هيك مو صح، لازم نبلش من الأول. لا، ما بدنا نبلش من الأول، هيك كتير حلو. لا مو حلو. لا حلو. بس مو هيك الخطة. وأنا ما بدي ألعب. ماشي. ما بدي ألعب. أنا ما بدي ألعب. حاسة وجهي حام كتير، وقلبي بدق بسرعة. ما بعرف شو مالي. حاسة لا حد يحكي معي ولا يقرب علي. حاسة بدي أصرخ واشد عايدي. حاسة حالي رح أفقع اللي حواليا. أنا هيك كتير معصبة وحطول بالي شوية. بسمة، تبدين عصبية. هل تعلمين ماذا نفعل حين نشعر بالعصبية؟ ها؟ لنتنفس إذن. هيك أحسن. لازم أفكر. هلأ جاد بياخد وقت كتير بالتخطيط، وأنا بدي ألعب بالطابات. أحسن إشي إنه ألاقي حدا تاني ألعب معاه. شكراً، مع السلامة. معزوزة كاكي، تلعبوا معي بالطابات؟ ياي، طبعاً إلمو بحب يلعب بالطابات. ممتاز. طيب بأي ألوان بتحبوا نبلش؟ وهلأ دور إلمو. إلمو بحب اللون الأخضر. أوه، وأنا بحب الكعك.
أخضر. أحمر. أصفر. لا 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 أخضر. آسف. المو بيقول آسف. آسف. مرحبا بسمة. شبك حبيبتي شو في؟ ما بدي احكي مع حدا. انا كتير معصبة كتير كتير. ليش؟ مش عارفة شو اعمل. شو صار؟ انا كنت بدي العب بالطبط. انا خربوا لي اياه. بس عادي يعني كل الناس بتعصب وانا كمان بعصب. حتى انتي؟ طب يعني شو بتعملي لما تعصبي شو؟ احسن شي بعمله لما بعصب اني بتحرك. حلوة كتير هالرقصات واللفات والحركات، تصفيق ورقص وحركات، حركاتك مثل الكلمات، تصفيق ورقص وحركات، حركاتك مثل الكلمات، نعبر فيها عن احساسنا، نحرك كتافنا نحرك راسنا، افرك او افتح كفيك، دوس على الارض برجليك، اقفز ارقص صفي ودور، اذا كان قوي هالشعور، اقفز ارقص صفي ودور، اقفز ارقص صفي ودور، اذا كان قوي هالشعور. حاسة حالي كتير احسن. بطلت معصبة. تيتا نور حبيبتي شكرا. جاد؟ أنا آسفة عشان عصبت عليك. وأنا كمان، أنا كمان آسف إني عصبت عليكي بسمة. طيب، بتحب نرجع نلعب بالطابات؟ طبعاً، أصلاً كنت عم بستناكي. ها؟ عن جد؟ طبعاً. طيب، شو رأيك نعمل واحدة جديدة؟ يلا واحدة جديدة. يلا يلا يلا. ولا صار دور اللون الأزرق. صح معزوزة. هلأ دور اللون الأخضر. تمام. ياي، وهيك بنكون خلصنا. لا لسه يا بسمة، في شي واحد ناقص. لمسة بسمة الأخيرة، مع أنها ما كانت بالخطة. يا عيني كتير حبيتها، هاي أحلى قطعة عندي. شكرا. ياي تتنور، كنت بعرف إنك لا تحبيها. كتير. استطاعت بسمة أن تتغلب على شعورها، وأنت أيضا يا حسون. أنا فخور بكما حسون. يجب أن تحافظ على نظارتك الجديدة. حسون انتبه. هذا حل عبقري يا حسون. هكذا تكون نظارتك بأمان دائماً.